دوما دوما تك دوما دوما تك احلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية نشرت عدة مصادر إخبارية أجنبية اليوم خبر بيقول أنه ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عرض على الرابر الأمريكي كاني ويست زوج كيم كارداشيان الواقع بأزمة مالية عرض عليه 10 ملايين دولار مساعدة لقاء ليلة بقضيها الأمير مع زوجته كيم كارداشيان. يعني فينا نقول انه اذا قبلت كيم وزوجها في بانتظارهم عاصفة حزم من نوع اخر، ممكن اذا بلشت تجر صوبها كذا امير وزعيم ووزير عربي طالما عندهم مدافع ومال، المال لكانيه والمدفع لكيم. وهلأ منبدأ ديمقراطية من الانترنت غير الشرعي بلبنان. الوزير بطرس حرب حسم اليوم واعلن انه هالملف صار بيد القضاء، وهالشي بيعني شوفوا شو بيعني. تيك تك تيك تك تيك تك. يا حضرات السادة، كلمتين بدي احسم وانهي الضجة اللي صارت بموضوع الانترنت غير الشرعي. الملف صار بالقضاء، والقضاء قريبا بده يبدأ عملية تحقيق شاملة ودقيقة لضبط هالعملية كلها وكشف هوية الضالعين فيها واستدعائهم وتوقيفهم. باختصار بدي اقول للضالعين بهالعملية هربوا، يلا فركوها قبل ما نلقطكن، ما تحرجونا بليز، ايه اختفوا معكم كم يوم ها. يلا شكرا. منتابع ديمقراطية ومنشوف شو عم يشعر الرئيس سعد الحريري من بعد ما تأجلت جلسة انتخاب الرئيس اليوم ل 18 نيسان بسبب عدم اكتمال النصاب. تيك تك تيك تك تيك تك. مرحبا دولة الرئيس. اهلا شيخ سعد، اهلا. بلشت نفس، عم حس بالاحباط، كنت موعود اليوم بـ80 نايب مينيموم ولكن فش. انا اجلت الجلسه لـ18 نيسان لعله من هلا لوقتها بيكون صار شي وبتبطل محبط. عن جد؟ يعني معقوله من هلا لـ18 نيسان يتراجع الجنرال وينسحب لسليمان فرنجيه؟ لا لا، من هلا لـ18 نيسان الجنرال رح يصر على الترشيح نفسه. ايه وكيف ببطل انا محبط؟ بترجع بتسافر بتنسى. بعد الإعلان جدول أعمال بان كي مون. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية، بان كي مون جاي بكرة على لبنان. لما كنا أولاد كنا نقول عن الولد اللي عم يلعب معنا ولكن على الهامش هيدا فستق فاضي. شخصيا ومع احترامي لبانكي بحسه مثل الفستق فاضي، وبرضو أهلا وسهلا فيه بلبنان وبكل لبناني مثله، وبكرة بشوفكن. تيك تك تيك تك تيك تك. ألو، السلام عليكم سيد بان كي مون، معك تمام سلام. مستر سلام، هلو، كيفك تمام؟ نعم والحمد لله، عم اتصل فيك قبل ما توصل على لبنان بكرة مشان ننسق جدول البحث بيناتنا. حضرتك عن شو بدك تحكي؟ عندي 3 نقاط بتهمني: منع اصطياد طيور الباجة في أجواء لبنان، تنظيف الشواطئ من أجل السلاحف البحرية، وإنشاء برك مياه لطيور السم تقدر تشرب وبس. أوه على راسي، ونحن عنا 3 نقاط بدنا نبحثها معك كحكومة لبنانية. أولا دعم المتحف الوطني بمواد تمنع النشوة والرطوبة. ثانيا دعم بياعين الكعك بطرابلس. ثالثا تأمين الكهرباء أو UPS لإضاءة صخرة الروشة وبس. اوه ممتاز ممتاز. طيب بخصوص الهدايا شو بتحب نتبادل؟ انا جبت لك معي طنجرة صينية من النحاس. اوكي، وانا رح جيب لك غطاها.
دمى دمتك دمى دمتك أحلى برنامج من دون شك. دمى دمتك دمى دمتك بيحكي الحقيقة من دون عك. دمى دمتك دمى دمتك لغز السياسي عنده الفك. دمى دمتك دمى دمتك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دمى دمتك دمى دمتك بننطر وقته تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك.